وهذا دعاء خاص المرحومة خلفة الفتحي علي جبارين زلفة، اللهم افسح لها في قبرها ومد بصرها، اللهم افرج قبرها من فراش الرضا والنور والفسحة والسرور، اللهم أعذها من عذاب القبر وجفاف الأرض عن جنبيها، اللهم املأ قبرها بالرضا والنور والفسحة والسرور، اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك، تقيها فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنها عبدتك وابنة عبدك، خرجت من الدنيا ومحبوبها وأحبائها فيها إلى ظلمة القبر وما هي لاقيته، اللهم إنها كانت تشهد أنك لا إله إلا أنت وأنت محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم بها، اللهم إنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذبها وأن تثبتها عند السؤال، اللهم إنها نزلت بك وأنت خير منزول به وأصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت الغني عن عذابها، اللهم آتها برحمتك ورضاك وقها فتنة القبر وعذابه، اللهم انقلها من مواطن الدود ومن ضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود، اللهم يمن كتابها ويسر حسابها وثقل بالحسنات ميزانها وثبت على الصراط أقدامها ولا تخزها يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، اللهم اغفر لها وارحمها رحمة تسع السماوات والأرض، اللهم آمين.